تقول: شخص تاب إلى الله من فعل المعاصي واعتزل الأسباب الموقعة فيها، ولكن ما أن تعرض عليه أسباب الفتنة أو تعرض له أسباب الفتنة فإنه يكون ضعيف أمامها ويقع في الحرام، لذلك فإنه يحرص كل الحرص على تجنب هذه الأسباب. يسأل: هل توبته غير صادقة؟ صاحب التوبة الصادقة مهما تعترضه من فتن يكون قوي تجاهها. نعم، توبته إذا توافرت شروطها تكون صحيحة إن شاء الله، وذلك بأن يترك الذنب الذي تاب منه، وأن يعزم أن لا يعود إليه، وأن يندم على ما حصل منه من المعصية. فإذا توفرت هذه الشروط فإن التوبة تكون صحيحة، وإذا كانت التوبة من حق لمخلوق فإنه يضاف إلى هذه الشروط شرط رابع، وهو أن يرد الحق إلى أهله ويتحلل من صاحبه. فإذا توفرت هذه الشروط صحت التوبة وكانت مقبولة عند الله سبحانه وتعالى كما وعد الله بذلك. وكون الإنسان يخشى على نفسه من الفتنة إذا عرضت له أسبابها، هذا دليل على الإيمان، وعلى أن الإنسان لا يزكي نفسه، لأن أحدا من الناس لا يأمن على نفسه من الفتنة، لأن الإنسان ضعيف. قد قال الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولكن يجب على الإنسان أن يتوقع أسباب الفتنة وأن يبتعد عنها من أجل أن يسلم من شرها والوقوع في المعصية مرة أخرى. فعليه أن يتجنب أسباب المعاصي وأسباب الفتن وأن يبتعد عنها إثارا للسلامة منها. نعم.